واو، شو انا لايف. كم واحد في؟ لسه ما في حدا اساسا، لسه ما بعرف كيف يبين معك كم واحد لسه في. انا اشوفك. في واحد، هذا انا، انت، اثنين، ثلاثة، لسه خمسة صاروا. بس يصير أكتر من بلش. بشار صار معنا، بتول ستة، ستة سبعة. أوكي بس يصيروا أكتر شوي من بلش. شو رأيك أفتح لهم الموضوع هنين يسألوني السؤال اللي بدهم إياه؟ اوكي. تسعة. طيب هي عادي صار معنا. واو. لا بدك تطفي من عندك. انا لا. شو رأيك؟ طيب انا رح اطلب منكم اليوم تسألوا، بس نوصل للعشر اشخاص او من هلا اذا بتحبوا تسألوا اي سؤال بدكم اياه بيتعلق باسرار العالم المخفي ونحن منجاوب. وهي احمد، أي سؤال كان بيخطر على بالكم بأسرار العالم المخفي اليوم حنجاوبكم عنه. كلياتنا بيكون في عنا أسئلة بس منستحي نسألها عن أي شيء غريب طبيعي يعني، أو مو بنستحي، بنخاف نسأل عن شيء طبيعي. رامي شعبان، رامي جاب لي هدية بوكسر امبارح وصرعني فيه، كالفن كلاين وصرعني فيه. طيب بغض النظر، المهم شو في سؤال بدكم اياه بيتعلق بأسرار العالم المخفي او بتحبوا انا احكي لكم عن شيء غريب؟ هاي روان كمان معنا. طيب عادي في عندك سؤال حابب نحكي عنه؟ صدقا يا جماعة أنا جاهز، أيا كان السؤال اللي بدكم إياه يعني جاهز، بس حددوا لي شو على بالكم تعرفوا. طاقة، نحكي لكم عن الطاقة اليوم. روان أكيد أنت ما عم عقلك ما عم يجمع، مشغولة بالفحص. طيب نحكي لكم كيف العالم قسمين لأنواع معينة على حسب الطاقة، ونحكي لكم شغلة ما حتلاقوها بمكان تاني، كيفية ترجمة الأعصاب للشفرات تبع الكون أو الطاقة اللي جاية ليدركها الدماغ. مو الأعصاب اللي بتترجم، في تجربة صارت عن في ترجمة صارت عن الدي ان اه انه هو بيحمل شي مثل خلينا نسميه انتين للتسهيل، فهو كل الـ DNA تبعك هو اللي بيستقبل الشفرات أو الموجات أو الحقول اللي بتكون جاية من حواليك، وهو اللي بيأثر بالخلايا اللي حواليه أو الخلايا اللي حاويته ليغير بتركيبتها. هذا جواب سؤال أحمد.
عادي عن جد في طاقة للإنسان، أكيد في طاقة للإنسان، كلياتنا طاقة ممكن يعمل فيها كتير قصص، وكيف ممكن نسخر هاي الطاقة. هبة حسين، حكي لنا عن الطاقات تبع كل شخص وكيف بيقدر يعرف طاقته. تمام، أسئلة كتير حلوة. أوكي، هلأ أول شي بالنسبة للطاقات عادي، مظبوط، كل خلينا نبلش من عند نقطة إنه نحن كلياتنا مشكلين من ذرات. هي الذرات هي عبارة عن بتكوينها أساسها الكترونات، كواركات. الإلكترونات والنيوترونات بتركيبهم بالأساس اثنين شغلات أصغر اسمهم كواركات. هي الكواركات هي طاقة صرفة. فنحن المادة هي وجه من أوجه الطاقة. أنت هلأ جسمك، إيدك هي طاقة متشكلة بشكل مادي. في جزء من هي الطاقة اللي هو متشكل، اللي هو جسمك الفيزيائي، وفي حواليه طبقات من الطاقات، أجسام طاقية متعددة موجودة حوالين جسمك. جسمك أو دماغك خلينا نقول قادر على التأثير بهي الأجسام. أنت ممكن مثلا عن طريق الأسترال بروجيكشن أو عن طريق الإسقاط النجمي، أنت ممكن تطلع بأحد من هي الأجسام اللي هو اسمه جسم النجمي، تطلع من جسمك وتروح تزور أماكن تانية. هي كمقدمة. هلأ إذا نحكي عن أنواع الطاقات، في ثلاث أنواع أساسية. أبريم تحب أو بتنصحني يفوت أحكي عن الألوان الأساسية؟ لا لسه بكير، المرة الجاية. طيب المرة الجاية بنحكي عن الألوان الأساسية. خلينا نقول إنه في عنا ألوان أساسية هي بتميز العالم، وكل نوع من هاي الألوان، كل نوع من هاي الأنواع بتميز بخصائص معينة وله تجمعات معينة وشغلات تفاصيل كتير طويلة، وتفاصيل بتتعلق فينا كلياتنا يعني، بس مو الكل بيلاحظها، أو يلي بيعرفها بيعرفها، واللي ما بيعرفها ممكن يتجاهل دماغه. كيف بتعرف طاقتك أو أنت من أنو نوع؟ كمان هي بترجع لما نحكي فيها المرة الجاية إن شاء الله عن كل نوع بشو بيتميز، كل نوع بشو الشغلات اللي بتميزه، ليش أنت لما بتكون أنت من هذا النوع فأنت نفسيتك لشو بتميل، شو في شغلات مشتركة بالسلوك بين كل أنواع النوع الواحد. هي لحالها بتميزك أو بتنقلك لتعرفي أنت شو هو النوع تبعك يا هبة. حسان اشتقنا لك، حسان من ألمانيا. طيب نرجع بالنسبة للطاقة. نحن في عنا جسمنا بيستقبل الطاقة عن طريق بوابات. هاي البوابات هي مثل دوامات صغيرة موجودة بتنقل الطاقة من العالم الأثيري، العالم اللي هو وراء إدراكنا، لجسمنا، ولنقدر نستعملها. حيجي هلأ حدا يقول لي لا نحن بنحرق ATP مثلا بقلب الخلايا فبنطلع هاي الطاقة. في شيء بريميتيف أكتر من هيك، في شيء بدائي أكتر من هيك. نحن بدنا نكون فهمانين لما بدنا نحكي بهذا المجال، لأنه نحن بالأساس كل العالم اللي حوالينا هو عالم وهمي ما له موجود. يعني هذا الحيط اللي وراي هو بالنهاية موجود لما أنا عم بطلع عليه، بينما لما أنا بدير وشي عن هذا الحيط فهو موجود كموجة، مثل ما درسونا بالفيزياء. لما أنت عم تطلع على الإلكترون فهو عم يتصرف كجسيم، لما ما عم تطلع على الإلكترون فهو عم يتصرف كموجة. وبالمقابل كمان هذا الحيط موجود لما أنتوا عم تطلعوا عليه ولما أنا عم بلمسه، بينما لما أنا ما عم بطلع فهذا الحيط ما هو موجود. طعنا في حدا لسه متابع؟ طيب شو في عندكم أسئلة تانية؟
إذا في سؤال محدد أكتر بقدر جاوب عليه بتحديد أكتر. دارين فتحنا الموضوع هم يسألوني السؤال اللي بدهم إياه. أوكي. طيب. دارين حياتي. سعد لي قلبك. طيب شو في أسئلة ببالكم أكتر؟ يعني عم تقولوا لي حكي لنا عن الطاقة، شو حابين تعرفوا عن الطاقة؟ تحبوا أحكي لكم عن كيف الطاقة، بوابات الطاقة، التشاكرات، هيك كبداية. نحنا عندنا 7 تشاكرات أساسية. هل صحيح أنه ممكن اختراق المجال الطاقي للإنسان؟ طبعا. شو رأيك بقوة الطاقة تبع الشخص ناتج عن الأفكار والقناعات اللي بيكون بيحملها هالشخص؟ طبعا في كتير دورات عم تحكي عن هيك. هلأ فينا بدنا نكون منتبهين أنه كتير دورات بيكون ما إلى طعمة، يعني في كتير عالم تطلع بتحكي حكي هي لا، يعني يقولون ما لا يفقهون، يعني بس خلاص منطلع ومنحكي. هلأ بالنهاية عدي وأحمد، لما بدنا نحكي عن موضوع المجال الطاقي وعلاقته بالأفكار، خلينا نبلش أنه كل شيء ببلش من فكرة. كل التفكير أو كل الواقع اللي حواليك هو بيبدأ من فكرة برأسك. هي الفكرة حتولد شعور، هذا الشعور حيولد طاقة. هي الطاقة عبود حبيبي، هي الطاقة بدها تتحول، بدها تتشكل مانيفست، بدها تتشكل بالعالم اللي حواليك. يعني لما أنا بتخيل حالي إنه أنا عم بقلب مشكلة، هلا هذا الخيال حيولد عندي شعور جوات جسمي إنه أنا بقلب هي المشكلة. بشكل أو بآخر لما أنا أتخيل أكثر هذا الشيء أو لما أنا أفكر بهذا الموضوع أكثر، فأنا فعليا رح أجذبه لعندي. هلا كلمة جذب مو معناتها بس إنه أنا يعني أتخيل حالي معي مصاري أقوم يصير معي مصاري، مو بس هيك. لا، لما أنا بدي آمن إنه أنا قدران أعمل شيء فأنا بقدر أعمله. يلي بيعرف، يلي دارس هون طب مثلا بيعرف شو البلاسيبو بالنهاية، بيعرف انت كإنسان مثلا انك انت في عندك أدوية بتاخدها، هي بتكون سكر او نشا، بس بيكتبوا لك عليها انه هي دواء فعال لمرض معين، وانت لما بتاخدها عم يتحسن جسمك بناء على تفكيرك، على دماغك، على قوة تأثير دماغك بالجسم الفيزيائي اللي انت حامله وماشي فيه بهالأرض أو بهذا البعد. خلينا نقول من الأمثلة على هذا الشيء الباراسيتامول أول ما طلع بأحد البلدان كانت فعاليته 90%، وبأحد البلدان الثانية كانت فعاليته 33%، والسبب كان بالنهاية إنه البلد اللي كان مرتفع فيه الفعالية كان فيه دعاية كتير كبيرة عليه، البلد الثاني كان ما في عليه دعاية. فالبلد اللي كانوا مصدقين للعالم انه الباراسيتامول بيأثر فيهم، أثر فيهم أكثر، لأنه بالنهاية أنت جسمك حيتشكل من أفكارك. وائل الهبل، وائل كيفك يا وائل؟ طيب بنرجع، فعم بتقلي شو رأيك بقوة الطاقة تبع الشخص ناتج عن الأفكار والقناعات؟ إيه طبعا، أنت شخص، الشخص اللي مقتنع بأنه هو فقير رح يضل فقير طول عمره، لأنه كل ما تجي فرصة ليجيب مصاري ما رح يستغلها. والشخص اللي مقتنع أنه هو غني رح يستغل الفرص اللي بتجي فيه مصاري، فإجباري يعني قناعتك هي اللي حتشكلك مين أنت. الشخص اللي مقتنع أنه هو إنسان اجتماعي ما حيخاف لما يقعد حولين العالم، واللي مقتنع أنه هو وحيد حتى لما يجي العالم يحكوا معه ما رح يحكي معهم، فبالتالي هو بإيده بيكون عم بيضيع فرصة أنه هو يكون شخص اجتماعي.
هلأ عم تسألني عادي أنت هل صحيح أنه ممكن اختراق المجال الطاقي للإنسان؟ الفكرة عادي أنه أنت بالنهاية كيان مكون من أفكار، يعني أنت حياتك كلها هي جزء من أو نتيجة أفكارك، نتيجة أفكارك. فلما أنا بجي بدي أحكي معك أو الأشخاص اللي حواليك عم يحكوا معك عم يزرعوا لك أفكار جواتك، فهن قولا واحدا عم بيغيروا مجالك الطاقي وعم بيغيروا حياتك كلها بناء على الأفكار اللي عم تنزرع فيك. ولهيك بيقول لك ما لازم تسمع لمين ما كان. فشو في عندكم أسئلة؟ أنا جاهز. في قلب ما ببين معي مين حط القلب يا جماعة، بس شكرا. خلاص نوقف. شو ولا في أسئلة؟ شو ما كان السؤال اللي بيتعلق بأسرار العالم المخفي أنا جاهز اليوم لجاوب. شو لون البوكس يا جماعة؟ رامي هاني بوكسر مبارح كالفن كلاين، ويعني كل شوي بيحكي لي عنه. خلاص أي حكاية قدام الكل. غير هيك في أي سؤال يا جماعة؟ أنا جاهز والله، جاهز فورا. أي سؤال عن الطاقة أو عن أسرار العالم المخفي أو عن التاروت، التاروت التاروت وألعاب قراءة الحظ بشكل عام بتعتمد. مبروك البوكسر، الله يبارك فيك يا رب وعقبالك، هيك يجي لك بوكسر كثير مرتب على فكرة، كثير ظريف يعني، لولا العيب والحياة هلا بورجيك اياه. ايه المهم التاروت. بالنسبة للتاروت، التاروت لما عم يتلخبط عم ياخذ شيء، خلينا نقول احتمال كثير 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 صغير، يعني احتمال خلينا نقول ما في احتمال انه تخليطين للتاروت فيك تقرا حظك من لون البوكسرك. ابو الريم حبيبي فيني اقرا حظي يعني من لون البوكسر اللي هديتني اياه؟ خلص والله اكتب حاطة كفر على موبايل على لا على كمبيوتري على بروفايلي. خلص بالنسبه للتاروت، لما انت بتخربط اوراق التاروت او لما القارئ لاوراق التاروت بيخربطهم، فهو ما في او خلينا نقول اخذ ترتيب كتير معين كتير محدد وفردهم فيه، وكل ورقه من اوراق التاروت بترمز لقوه من قوى العالم الاساسيه، من قوى الكون الاساسيه. وبيقول لك انه انت لما عم بتكون الاسطوره بتقول، او خلينا نقول العالم المؤمنين بالتاروت بيقولوا انه انت لما عم بتخربط ورقه التاروت بايدك وعم يقرا لك يا هون المستبصر او العراف، فهو فعليا عم بيشوف علاقتك بالقوى الاساسيه للعالم. يعني في قوه مثلا بتعبر عن الموت، في قوه بتعبر عن البعث، في قوه بتعبر عن الشيطان، في قوه بتعبر عن التجديد، في قوه بتعبر عن الغدر، في قوة بتعبر عن الصداقة، في قوة أساسية عم بتعبر عنها هي الكروت. ومجموعة الكروت اللي عم تطلع لك هي خلينا نقول شيء كتير بيشبه فنجان القهوة. هلأ حتسألني سؤال تاني، حتقلي هل يا رامي أنت مؤمن بهذا الشيء؟ أنا بقول لك أنه أنا مؤمن بالاستقراء ولست مؤمن بالمعرفة، معرفة المستقبل، معرفة المستقبل كأمر واقع. المعرفة بالغيب ما حدا بيعرف بالغيب، لكن الاستقراء هو استقراء شيء حقيقي وموجود. شو يعني؟ يعني أنت لما عم بتنام وبتحلم، بتحلم هاي هبة فاتت معنا، لما عم بتنام وبتحلم بحلم جاي
وبيصير هذا الحلم وبيتحقق. أنت هون دماغك عم ياخذ الإشارات الموجودة بالعالم وعم بيفسر وعم يقرأ أنه لو كل الظروف أو لو كل الناس اللي هلأ حواليك ضلوا عم يتصرفوا بهي الطريقة فنتيجتهم رح تكون هيك. يعني مثلا لما أنا بدي أحلم بباص عم يقلب، فأنا إذا هذا الشخص راح ركب بهذا الباص فهو حيقلب. هبوش حبيبتي، فهذا الباص رح يقلب. بينما طبعا أنا عم بحكي عن الرؤية، ما عم بحكي عن الحلم العادي، عم بحكي عن الناس اللي هن موجودين بيناتنا ولما بيحلموا حلموا بيتحقق مثلا، أو هذا الشخص اللي بتلاقيه مثلا عم بيقرأ لك الفنجان وعم يتحقق بشكل غريب، فهو عنده استقراء وليس علم بالغيب. الفرق شو الفرق؟ حتقلي شو الفرق بين الاستقراء وبين العلم بالغيب؟ الفرق انه الاستقراء هو مستقبل احتمالية لسلوكك، هاد يلي انت في حال غيرت سلوكك فحيتغير هذا المستقبل. بينما اذا انت طليت على نفس هذا السلوك فهو رح يضل مثله ومثل ما مثل غيره. يعني مثل مثلا لما انا بجي بقلك يا احمد انت رح ترسب بالجامعة إذا ضليت على هذا السلوك، أنا استقرأت من سلوكك أنك أنت رح ترسب، بس في حال أنت مسكت كتابك وعادت تدرس فهذا الحكي رح يغير استقرائي. هل هذا الحكي بيعني أنه أنا استقرائي كان غلط؟ لا، أنا استقرائي كان صح على بناء على سلوكك القديم، لكن لما أنت غيرت السلوك فبتتغير النتائج. بالمقابل كمان يلي بيجي بيستقرأ لك أنه أنت مثلا بالشهر الفلاني رح يجيك مصاري كتير، هو عم يستقرأ سلوكك حالياً، سلوكك هلأ بهاللحظة بيدله وبيدل ونتيجته ضمن الخليط الكوني رح تكون نتيجته انك انت بالشهر الفلاني رح يجيك مصاري. لكن لما شو المشكلة بقراء بسماع هدول الناس وبقراءة العرافين، انك انت لما عم تسمع انه انا بالشهر الفلاني حيجيني مصاري عم تتكل على التفسير تبعه والقراءة تبعته اللي هي اجت عن طريق التاروت او اجت عن طريق فنجان القهوة او اجت عن طريق التطليع بعيونك، وهون عم يتغير سلوكك، في شي جواتك عم يتغير. في جملة حكاها بيحكيها دكتور سترينج بقلب بقلب فيلم The Avengers الجديد اللي طلع السنة الماضية. شو بيقول له؟ بيكون الدكتور سترينج عم بيقول له لأيرون مان، عم بيقول له إذا أنا بقول لك المستقبل، إذا أنا بقول لك شو رح يصير بالمستقبل فما رح يصير هذا الشيء. فدكتور سترينج بهي القصة كان عم بيحكي عن هاي النقطة. نحن كثير بالأفلام بيكون في جمل إلها معاني مسترة، القارئ العادي أو المشاهد العادي بيشوفها بشكل عادي، والمشاهد اللي بيكون مطلع على هذا الموضوع بيفهم الجملة اللي المعنى اللي تحت الجملة. فهو كان عم بيقول له أنه أنا لما بقول لك عن المستقبل فهذا المستقبل، إذا أنا بقول لك شو راح يصير بالمستقبل فهذا المستقبل ما راح يصير. ليش؟ لأنه نحن أساسا ساكنين بعالم بيحوي احتماليات لا متناهية. لا متناهية شو يعني؟ يعني بدي منكم هلأ تتخيلوا معي، انت كشخص بهاللحظة ممكن تروح يمين وممكن تروح يسار. اللي حواليك طبعا اليمين واليسار هن اصطلاحات، ان انت لا يعني انت كشخص ممكن هلأ تروح تاخد عدد لا متناهي من القرارات، ورفيقك كمان، ورفيقك وأنا وأنت وأهلك، ونحن 7 مليار بني آدم. يعني نحن عنا 7 مليار قرار عم يتاخد بالثانية. مجموع هدول القرارات كلياتهم عم بيشكل لوين الأرض رايحة. طيب هلأ أنا مؤمن بإله، أنا مؤمن بالله، مؤمن بأنه الله معي، يعني شايف هالسبعة مليار قرار، شايفهم شلون عم يتحركوا، وشايف شلون انت لما يعني والله المثل الاعلى، شلون لما انت بتلعب بالشطرنج عارفان انه انت هذا الحجر بس يروح لهون رح يفتح مجال لهذا الحجر، وبالتالي اللاعب الثاني حيتحرك بهي الطريقه بنفس الطريقه، لكن يعني بشيء نحن كبشر غير قادرين على استيعابه وغير قادرين على تماما غير قادرين على استيعابه. الاله الواحد
بيشوفنا نحن كلياتنا كسبعة مليار بني آدم، وبيشوف حركاتنا وبينسقها مع بعضها ليعطي كل واحد الشيء اللي بيستاهله. وهذا وهي الحركة بين هالسبعة مليار بني آدم حركة تحوي عدد لا نهائي من الصدف. يعني متخيل أنت قديش في صدف ممكن، يعني فكرة الصدفة هي فكرة كتير عميقة. يعني أنا ما بآمن بالصدفة، أنا بآمن بأنه أي صدفة هي شيء مقدر من الله، لأنه هو عارفان أنك أنت حتوقف هون بهذا المكان بهي اللحظة بهي الثانية، حتطلع هون، حتساوي هون، يعني أي صدفة حتطلع بوشك أنت أنك هلأ فاتح هذا الفيديو، هي ما أنا صدفة، هي كلها تشغلات بترجع للقضاء والقدر. هننهي البث اليوم، حننهي البث اليوم، وبركي نجتمع بوقت قريب ببث تاني. وإذا في عندكم أي أسئلة تانية خلينا حطونا ياهون. وشكرا كتير لكل اللي شاركوا معنا اليوم، هبة وأحمد وعدي، وشكرا يا جماعة، شكرا، أنا كتير انبسطت معكم، جدا جدا انبسطت يعني. وإلى اللقاء، باي.